الإنسان يقعد يفكر إن هو هيخلص ولو بالموت، يعني إننا راجعون. واللذات بتروح فين برضه؟ ما هي اللذة بتروح، اللذة تنتهي، ما فيش ولا لذة بتستنى. لذة الأكل نص ساعة، لذة الجماع دقائق، لذة النظر ممكن تقعد ساعات، ولكن في الآخر الآن الإنسان بيمل كل حاجة من هذه الأشياء. حتى النوم هو بيبقى تعبان، يبقى ألذ حاجة عنده بإيه؟ النوم. لو قعد زيادة شوية يبقى إيه؟ يبقى زهقان وهيفضل قاعد على طول. مفيش حاجة في الدنيا إلا ولذتها تنتهي. الفلوس بعد شوية بتبقى أصفار بتضاف، كل شوية أصفار، ما عندها إيه؟ مش حاجة. لو عاش عمره مش هيصرفها، يعني لو صرف كل يوم قد إيه؟ ولكن بتبقى سبحان الله آسرة لنفس الإنسان مع عدم تمتع بالزيادة. خلاص الأمور اتعود عليها، القصور، البيوت، كل حاجة الإنسان بيعمل لها إلا الجنة لا يبغون عنها حولها. لما الإنسان يفكر وإن إليه راجعون، يبقى الحياة بحلوها ومرها بألمها ولذاتها منتهية، يهون عليك الأمر. وأي حاجة هتعدي، وأي مصيبة هتعدي، إذا كانت أعظم مصائب الوجود بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم.